البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وذكر المؤلف تحت ذلك حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أمن الحديث وما حاله؟ من الذي سيجيب عندك محمد؟ أنا عبد الله بن عمرو بن العاص، رجه أبو الفتح المقدسي والطبراني ابن أبي عاصم. ما سبب ضعفه؟ عندك أقرأ؟ نائب بن حماد سأحفظه، والطلب في الحديث، فالحديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله: وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. هذه محبة واجبة، أن تجعله هذه المحبة يلتزم الواجبات. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، أي زيادة مستحبة. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط بما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. وعلى هذا فالمحبة تتفاوت، محبة واجبة ومحبة أعظم من ذلك، وهي أن تجعله مسارعا في الخيرات. المحبة الواجبة ضابطها أن تجعله يحافظ على عبادة الله الواجبة، وكل ما أوجبه الله يسارع فيه. فإذا زادت المحبة إلى أن حافظ على النوافل زادت درجته. ولا يزال عبدي، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشر، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كانت من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكره الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهذا تحقيقه يدل على كمال الإيمان. أما الادعاءات فكل يدعي، يقول أنا أحب لله وأبغض لله، لكن عند التطبيق وعند الأفعال يتميز الناس من محبته حقا لله ومن محبته من أجل نفسه أو من أجل أغراضه أو من أجل شيخه أو من أجل جماعته، تتميز الأمور عند الأفعال. وأما الدعاوى فكل يدعي، فقول كهذا يقول أنا ما أحببته إلا لله وما تركته إلا لله، وهذا يقول أنا ما أحب إلا لله وما أبغض فلانا إلا لله، وعند تحقيق الفعل تجده على خلاف ذلك. قال: ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. قال: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.